من هي المرأة يا مشلوح؟ ها؟ هي فاطمة بنت أسد. كيف لما جاء وأمر بتغسيلها بماء سخين وكافور، أمر يوضع فيه الكافور، احتفر لحدها بيدي النبي بنفسه وعيناه تذرفان يبكي على أمه، سماها مرة أمي التي ولدتني، قال لم يقل أمي بعد أمي التي ولدت، قال أمي التي ولدتني، هذه أمي كاملة عليه السلام. يقول أمي، يخاطبها، يخاطب روحها الطاهرة كما يقال، كنت تعرين وتكسونني أو تكسينني وتمنعين نفسك طيبة، وفي رواية طيب الطعام، وتشبعينني، هكذا كانت تفعل به. وأخبرهم في حديث زين العابدين عليه السلام حفيدها أنها ما كانت تصنع وتهيئ طعاما لأولادها إلا تركت نصيبا وافرا منه لرسول الله باستمرار تفضله على أبنائها، حين كان طفلا صغيرا ربيبها أمي. فحفر أي لحدها، انتبهوا لحدها، المشلوح لا يعرف أن اللحد لنا والشق لأعدائنا، حديث رسول الله لا يعرف ما هو اللحد، اللحد حفرة صغيرة تكون على قد الجثة أيها الإخوة، يا دوب تدخل، صغيرة جدا، تكون في الجانب المستعرض من القبر أيها الإخوة. هكذا يدفن المسلم على السنة في اللحد، وليس في حفرة القبر، وليس في حفرة القبر، في اللحد. فالنبي احتفر لحدها بيديه الشريفتين في مستدرك الحاكم وجعل يومي. ما معنى يومي؟ الإيماء هو حركة الأعضاء من عينين ورأس ويدين، كأنه يوسع القبر، يدعو الله بأن يتسع عليها. جعل النبي يومي وعيناه تذرفان، ثم اضطجع في اللحد. ليس في رواية واحدة، لا عند المستدرك ولا في الطبراني في الكبير أو الأوسط أيها الإخوة، ولا في غيرها وأعتقد ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني ربما، الآن نسيت. المهم، ليس في رواية وقفت عليها كل الروايات أنه اضطجع معها. كيف يا مشلوح في لحد بالكاد يتسع لها؟ بالكاد. وإنما قبل أن تدلى في حفرتها وتوضع في لحدها، اضطجع هو في لحدها وقال: الله حي لا يموت، الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اللهم ارحم أمي فاطمة بنت أسد عليه السلام، اللهم أمين. الآن أمين، نعم، ودائما تستأهل، هذه أم رسول الله، ربته واعتنت به، جزاها الله خير الجزاء. ارحم أمي فاطمة بنت أسد ووسع مدخلها ولقنها حجتها بحقي عليك وبحق الأنبياء الذين من قبلي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سألوه في رواية لماذا؟ قال: لعل قبرها أن يتسع عليها. وألبسها، كفنها بقميصه، بثوب جلبابه، قال: ليلبسها الله من ثياب الجنة. انظروا العظمة، الوفاء، الإنسانية، القلب الكبير. يستحيل على لسان الكذاب المشلوح الشائه المختل نفسيا وعقليا إلى نيكروفيليا. شيء عجيب يا أخي، شيء عجيب. كل هذه العظمة، هو لو حدث مسيحي بهذا الحديث لأسلم منهم آلاف. هذا إنسان عظيم، هذا إنسان وفي، هذا مثال وفاء. امرأة ربته صغيرا وصار أعظم خلق الله في عصره، أعظم العظماء، يفعل هذا؟ يفعل هذا؟ يحفر لحد بيديه ويضطجع فيه. يقول: واضطجعت فيه رجاء أن يخفف الله عنها ضغطة قبرها. من هيك أمي هذه؟ وألبسها قميصه الشريف، كفنها به. يقول الراوي: ثم أدلاها والعباس. أيها الإخوة، أدلاها والعباس، سلفها، أخو زوجها، أخو أبو طالب العباس وأبو بكر الصديق، الآن أدليت يا مشلوح. تقول للناس: ألا تستحي؟ تقول للملايين على التلفزيون: محمد يضاجع امرأة في قبرها؟ ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين، والعقبى للمتقين.